مرحلة حساسة تمر بها الحرب الروسية الأوكرانية في الميدان، خريطة المعارك تتغير. الجانب الأوكراني والروسي مصممان على تحقيق مكاسب، والمسيرات أداة طرفي الصراع. ونتحدث عن أكبر هجوم بالمسيرات تعرضت له روسيا منذ اندلاع الحرب في عام 2022. روسيا تصدت لمسيرات استهدفت موسكو وكورسك وبلغرود وبريانسك من دون تسجيل خسائر، فيما تصدت أوكرانيا لعشرات المسيرات الروسية استهدفت مناطق مختلفة في البلاد. ميدانيا تؤكد كييف استمرار التوغل في كورسك وتدمير آخر جسر فوق نهر السام. التصعيد يتزايد ومساعي السلام قد تطوى مع رفض نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف المحادثات مع أوكرانيا، فهو يرى أن التوغل في كييف أو توغل كييف في كورسك لم يترك مجالا للحديث عن المفاوضات قبل هزيمة أوكرانيا تماما. ليس هذا فحسب، فالجارة بيلاروسيا دخلت على خط الأزمة وقامت بحشد قرابة ثلث قواتها على طول الحدود الأوكرانية. أيضا توعدت بتنفيذ ضربات تكتيكية بصواريخ تحمل رؤوسا حربية نووية في حال واصلت القوات الأوكرانية تقدمها بعد هجوم كورسك. ووفق مراقبين، فإن التحركات الأوكرانية هدفها تشتيت القوات الروسية وخلق انقسامات بين قياداتها وصرف الانتباه الروسي عن محاور القتال الأخرى. لكن على الجانب الآخر، وبينما تؤكد أوكرانيا نجاح توغلها، فإن هجوم موسكو شرق أوكرانيا ينذر باستيلاء روسيا على مركز رئيسي آخر وهو مدينة بوكروفسك. السيطرة عليها ستقرب روسيا من هدفها المعلن المتمثل في الاستيلاء الكامل على منطقة دونيتسك.